أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفع الله بعلمه وعلوم مشايخنا بالدارين آمين. وإن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الإحياء وغيره من مصنفات علم أحوال القلب. سمي القلب قلبا لأنه يتقلب، سمي القلب قلبا لأنه يتقلب يعني يتغير. الآن الشيخ فرحان، الشيخ زعلان، الشيخ جوعان، الشيخ عطشان، كل ده يؤثر على القلب. القلب يتأثر بهذه المؤثرات، وما في القلب يخرج عن طريق فلتات اللسان وصفحة الوجه المعبرة على أنه مبسوط، على أنه غضبان، على أنه فرحان، على أنه زعلان. قال الأعرابي: اذبح لنا شاة لعبده، فذبح العبد الشاة فقال له: ائتني بأعظم ما فيها، فجاء بالقلب واللسان. ثم قال: ائتني بأقبح ما فيها، فجاء بالقلب واللسان. فيسأل سؤال: لماذا؟ لماذا القلب ولماذا اللسان؟ قالوا: أقبح ما فيها القلب. قال: نعم. أجمل ما فيها القلب. قال: نعم. قال: كيف نقوم بحل هذه الإشكالية؟ قال: إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الإيه؟ ومن هنا يا أهل الله، القلب قدر واللسان مغرفة. فإذا كان القلب نظيف أخرج اللسان الكلام الطيب الجميل، إذا كان القلب فاسدا أخرج اللسان إيها كلاما سيئا. ومن هنا يا أهل الله، حتى نشعر بالسعادة ونشعر بالرضا، على كل مسلم أن يراعي قلبه. كيف يكون القلب جيد؟ القلب كالقدر كما قال ابن عطاء: إن ينظف بعد الاستعمال نحافظ عليه جديدا، وإلا صعب. كيف؟ هذا القدر مولانا، شوف شوف، هذا إناء تحت النار، النار تفعل لون أسود، صح؟ بعد الطبخ نحن نغسل بسرعة، يعود جديدا، لكن نحن نترك يوم، شهر، سنة، صعب صعب أن يخرج هذا. فمن يرتكب الذنوب ويستغفر هو يمسح فيعود القلب أبيض. أما ذنب وراء ذنب، وزر وراء وزر، صغيرة وراء صغيرة، كبيرة وراء كبيرة، صار على القلب ران، والران يكبر 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 حتى لا نستطيع التنظيف. قال أهل الله: نظافة القلب بأستغفر الله. لكن أنا أخاف أن أنظف القلب وأقع في مشكلة. ما هذه المشكلة؟ أن القلب يتسخ مرة أخرى. أسرع واملأ القلب أنوارا. كيف يملأ القلب أنوار؟ بقول لا إله إلا الله، رجاء المحافظة، رجاء المحافظة الشديدة. ماذا أفعل؟ المحافظة الشديدة أن تصلي على رسول الله. نظفنا القلب وعمرنا القلب وجملنا القلب، هذا ما نريد. كيف يصل الإنسان إلى الله؟ بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم. يلا يا ابني. وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية. إيه هو اللي فرض عين؟ إصلاح القلب. إذا فسد القلب فسد الجسد، وإذا صلح الجسد، إذا صلح القلب صلح الإيه؟ كيف يا مولانا يكون هذا الكلام؟ يكون هذا الكلام بإصرارك، بقوتك، بأن تحافظ على القلب ألا يتسخ أبدا. ومن هنا رجاء الاهتمام بفقه القلوب. أعظم ما كتب الغزالي كتب الإحياء. ما هو الإحياء؟ كتاب فقه شافعي، إلا أنه قارن بين الظاهر والداخل،
الطهارة النظافة ده ظاهر، والخلوص من الأدناس ظاهر، الحسية ظاهر، والمعنوية يقصد نجاسة القلب. شوف شوف الشيخ بيتكلم ازاي، نجاسة الايه؟ القلب. الشيخ بيتكلم كلام في غاية الجمال، القلب بيت القصيد، القلب استعطاف، القلب الوعظ والإرشاد، القلب الحكمة، القلب الإصرار، القلب القسوة، قلب الغلظة، قلب الرياء، قلب السمعة، قلب الكفر، قلب الإيمان والولاية، قلب. ركز هدفك، هدفك القلب. كيف تصل إلى الله؟ بالقلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إليها قلوبكم التي في الصدور. قل يا سيد. إلا بمقدار ما يؤدى به فرائض الله تعالى وهو يوفقك حتى تحسن. كيف يوفقك؟ إنما الأعمال بالنيات. أين محل النية؟ محل النية القلب. محل النية هي مولانا قلب. والرابع أن تجمع من الدنيا. الرابع مما تدع، صح ولا الرابع مما تفعل؟ ماشي. ها ألا ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة. ليه؟ يعني هذا أمر بالكسل؟ أبدا. شوفوا الغزالي له مدرسة في هذا، هو يعني لا يريدك أن تكون معك زيادة، ده ما يتناسب مع الزهد. لكن سيدنا أبو بكر قال كلام عجيب في تاريخ الخلفاء للسيوطي، حتى من كان عنده مال 20 سنة لقدام لا يغضب، عادي، فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: غني شاكر خير من فقير صابر. غني ماذا؟ شاكر خير من ماذا؟ من مين؟ من فقير صابر. لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. شوف شوف دي مدرسة. أبو ذر كان يعتقد أن أي مال زيادة عن حاجتك كأنه ليس هو، كأنه حرام. كان الرسول يدعو ويقول: اللهم ارزقنا الكفاف. ما معنى الكفاف؟ بمقدار. أنا أحتاج جنيه أجد جنيه. كان بعض الزهاد والعباد يعيش اليوم كامل على الرمانة واحدة، وسبحان الله كانت شجرة الرمان تنتج رمان في الصيف وفي الشتاء لا تنقطع، لكن كل يوم تخرج رمانة، دي كرامة، رمانة واحدة يأكلها والحمد لله، ده اسمه الكفاف. كان الرسول يقول: اللهم ارزقنا الكفاف. يعني الكفاف لا نريد شيئا من أحد، خلاص، هذا معنى الكفاف. لكن إذا جاء الخير فضل الله يؤتيه من يشاء. رجل اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله نأكل كثيرا ولا نشبع. قال: تأكلون متفرقين؟ قال: نعم. قال: كلوا مجتمعين. كلوا ماذا؟ مجتمعين، خلاص خلاص. واحد آخر: يا رسول الله. نعم. قال: الخير عندي كثير. قال: تأكل في الطريق، فإذا أكل في الطريق وقعت الفضلات فيقل الخير، فإذا بالرجل يأتي بخرقة فيأكل هكذا، فمن يقع في الخرقة فالرجل يأكله فزاد الخير. يا رسول الله. قال: فضل الله يؤتيه من إيه؟ المن نعمة، لكن يأتي من حلال. لا تجمع أكثر من سنة، لا نعترض، كان زمان الاحتياج في الطعام والشراب، اليوم في الطعام والشراب والمسكن والتعليم والمواصلات الحياة يا ابني صارت الآن صعبة، ضريبة المدنية، أنت هنا تسكن وتأكل وتشرب، من يرسل لك؟ أبوك. طب لو أبوك يكتفي بطعام بمال سنة كيف يستمر؟ الحكومة لو تكتفي بطعام سنة كيف تستمر؟
فهذا الكلام يقرأ في سياقه، يقرأ فين؟ لا نعترض على الشيخ، الشيخ يتكلم بزهد وورع، لكن من جمع المال من حلال ويزيد عن 20 سنة ليس هناك مشكلة. هذا كلام أبو بكر، غني شاكر خير من فقير صابر. فهمتم؟ المال والبنون زينة الحياة لها الدنيا. قل يا سيد بطاطس. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد ذلك لبعض حجراته، يعني نسائه كان يجمع طعام سنة. يا حفصة كم يكفيك من الأرز؟ 10 كيلو، خذي. يا عائشة كم كيلو؟ 20. يا صفية كم كيلو؟ 30. طعام سنة كامل لتسع زوجات. الرسول تزوج 11، الرسول تزوج كم؟ 11. لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج 11، مات 2، ماتت خديجة في مكة، وماتت مين؟ زينب بنت جحش في المدينة. فانتقل الرسول وعنده 9، فكان يعطي طعام 9 يكفي كم يا مولانا؟ سنة. لكن يوم 2 3 في طعام لا يوجد، يا رسول الله نوينا الصيام، ينفد بعد 3 أيام. كيف نفد الطعام بعد 3 أيام؟ نفد الطعام بعد 3 أيام لأن كل فقير يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي، ومن هنا الطعام ينفد. الطعام يا مولانا ينفد. فهمت يا شباب؟ قل يا ابني. وقال اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. إيه القوت؟ القوت الطعام الضروري. كفافة أي بقدر احتياجنا، كما قلت لحضراتكم الراهب كان كل يوم رمانة واحدة، كفافة الاحتياج. هي يعني المعادلة صعبة صراحة، يعني صعبة. أنا كان زمان عندي كتاب واحد أنا أقرأ ليلة نهار، الآن عندي 50 كتاب، ممكن صفحة وأرمي، صفحة وأرمي. زمان كلما نشتري كتاب نقرأ فيه، لكن اليوم نحن نشتري 10 كتب مع بعض، قد في كتب لا نراها. ليه؟ قبل أن ننتهي من قراءة كتابين نشتري تاني. فهمتم؟ فالمال له شهوة وله إغراء وله انصراف وله بريق، وحب الدنيا يعني مشكلة كبيرة. لكن إحنا نغمسنا في الدنيا. ولا تنس نصيبك وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني دي قضية لازم تحسبها. فحال المؤمن دايما كما بين الخوف والرجاء. أحسن دعوة اللهم اجعل الأموال في أيدينا ولا تجعلها فين؟ في قلوبنا. أكرر، اللهم اجعل الأموال ولا تجعلها. خلاص أدي الكفاف، اللهم ارزقنا الكفاف. قل يا سيدي. ولم يكن يعد ذلك لكل حجراته، وكان يعده لمن علم أن في قلبه ضعفا. شوف شوف شوف، من يريد الدنيا ولو جزء بسيط كان يعطيه صلى الله عليه وسلم، لكن من يعلم أن الدنيا ليست في قلبه ولا يبالي كان لا يعده. يعني لا تظن أنه كان يجمع للتسع حجرات، شوية شوية بعضا بعضا. هو زوجات الرسول لم يكن من أهل دنيا، بدليل السيدة عائشة كانت تقول كنا نجلس بالشهرين لا يوقد عندنا نار، يعني ليس عندنا طبخ. ماذا تأكلون؟ قالت نأكل التمر والماء. لكن معنى الكلام يعطيها زيادة من باب الاطمئنان. وأما من كانت صاحبة يتيم فما كان يعد لها أكثر من قوت يوم ونصف. ليه؟ النفقة على الزوج الموسر الغني مدان، والمتوسط مد ونصف، والفقير مد حفنة باليد المعتدلة مع ما يلزم من إدام. ده الواجب في النفقة، الواجب في النفقة ها إيه؟ مدان للغني، مد للفقير، مد ونصف للمتوسط.
وكسوة في الصيف وكسوة فينها في الشتاء مع ما يلزم من إدام وطبخ ولحم ودجاج. التي عندها يقين قوي بالله كان يعطيها ليلة، يعني حفنة. التي تريد الأمان والاطمئنان يعطيها مثلا ما يكفي عام، لكن هل يبقى عندها أكثر من 3 أيام ينتهي؟ يا مولانا، شهرين 60 يوم وأكثر وأقل لا يوجد عندهم طبخ. شوف الرسول جوعان يعطوه يا مولانا تمرتين 3، يريد تمر جيد كما نحن نأكل، تمرا رديئا، كسرة خبز، كأنهم يأكلون علشان المكنة تعمل. مجرد تحريك المكن، بطن والمعدة تتحرك فقط. لقيمات يقمنها صلبا، كأن المكنة تتحرك فقط. دي مرتبة عظيمة، مرتبة عالية، لا نصل إليها إلا بالتقوى والزهد، أبدا لن تصل إليها أبدا. مرتبة صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم على شدة الفقر والجوع وتحمل الأسى، مستحيل يا ابني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثيابه فيها مرقعة، ثيابه ملبدة، ثياب ممزقة ويخيطها. مين ده؟ ده سيد الأمة التي كانت تأتيه الكنوز والغنائم من كل مكان، ومع ذلك كان يتصدق وكان يخرج. الرسول وهو ينتقل للرفيق الأعلى، كم درهم في بيتي؟ يسأل عائشة، قالت 4 دراهم. 4 دراهم كلام فاضي، 200 جنيه. قال أخرجيها، فماذا أقول لربي؟ أرسلك ربك هاديا ومبشرا ونذيرا، ولا أرسلك تجمع المال؟ إيه 200 جنيه؟ هذا موبايل 3000 جنيه ونصف، نظارة 200 جنيه، ثياب 1000 جنيه، الشيخ طربوش ده 400 جنيه، الشيخ يمشي بالثروة، والرسول صلى الله عليه وسلم 200 جنيه، ويظن أنه جمع المال. النهاردة مولانا ولا 1000 ولا 1000000 جنيه تعد غنية. 1000000 جنيه ليس غنية. إيه 1000000 جنيه؟ سيارة النهاردة، في سيارات أفضل من 1000000 جنيه. ها، شقة مثل ما نحن نجلس فيها، شقة، شوف شقة ليست كبيرة، صغيرة، هذه شقة تزيد عن 1000000 جنيه. إيه الدنيا؟ من يظن أنه الآن يملك 1000 متر، يظن أن، يشوف لو إنسان يملك 1000 متر في مدينة نصر ممكن لا يصوم رمضان. طب لو 1000 متر تبنى ممكن لا يصلي. ما 1000 متر في مدينة نصر عمارة؟ طب لو إنسان يملك مدينة نصر كاملة ده ممكن يكفر، صح؟ طب لو إنسان يملك الكرة الأرضية كلها، ما رأيك إن أقل إنسان يدخل الجنة 10 أضعاف ملك الدنيا؟ عمارة في مدينة نصر تجعلك من الأغنياء، عمارتين من الأولياء، 15 عمارة من الأنبياء. فلوس، ما مدينة نصر أمام مصر في حجم مصر لا تذكر في الخريطة، ما مصر أمام العالم سنتي سنتي في الخريطة، ما الكرة الأرضية في ملك الله لا تساوي شيئا، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ومن هنا إذا أردت أن تزهد الدنيا أمام عينيك تذكر النشأة وتذكر المصير. نشأتك تراب وعودتك تراب، وما بين الترابين تحمل في بطنك جيفة، جيفة يعني غائط. ما ملذة الدنيا؟ أسعد ملذة تنتهي فين يا مولانا؟ تنتهي في الحمام. لا يوجد ملذة في الدنيا إلا ويتبعها تعب وشقاء. أنا أحب اللحم جدا، لكن لحمة صغيرة تدخل في الأسنان أعوذ بالله. تذهب إلى الطبيب، جهنم وبئس المصير. ماكينات وإبر و ترسل
سبحان الله دي كده يجعلك لا مش لا تنام، يجعلك لا تستطيع الحياة. صغير كده لو الواحد جمع أسنانه كلها مولانا استغفر الله لا يعني كده يعني شوف لو نملأ هذا الكوب بالأسنان ممكن كلكم لو نخلع كل أسنانكم تكمل. إيه أسنان الإنسان؟ سبحان كله بعوضة. الدنيا لا تساوي عند الله جناحها بعوضة. مين أنت ولا حاجة؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً إياه؟ مين الإنسان؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. أنت مين؟ أنت عبد ضعيف. إذا علمت ذلك ستزهد في الدنيا. أنا أتعجب من الحيوان في الشارع والله. الكلب مثلاً، الكلب عنده أسرة صح؟ الكلب لا يعاني من الشهوة، الإنسان يعاني من الشهوة. يعني الكلب يتزوج أي كلبة كما يشاء. أنت صعب تتزوج، أبوك لازم يتكلم وأمك لازم تتكلم والعائلة لازم تتكلم وأبو الزوجة يوافق وأم الزوجة توافق، لكن الكلب بكل بساطة هو ممكن يتكلم مع الكلبة يعني لو توافق خلاص. اثنين، الكلب لا يعاني من الدنيا، لا يريد شقة. شوف بص في عز الحر والله أنا أنظر للكلب يجلس تحت السيارة وفي ماء، يعني الرجل يغسل السيارة ففي ماء والحرارة شمس، الكلب يدخل تحت السيارة يحمي من الشمس والماء في الأرض يعطيه تكييف رطوبة. قاعد سلطان زمان وأنا في دماغها خالص. أنجب أولاد لا يعاني من الرزق. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم من السماء كما يرزق الإيه. هات لي حيوان يعاني من الرزق. الذي يعاني من الرزق الإنسان فقط. يعني أنا مش عارف يعني الكلب ده كيف يأكل ويفطر ويتغدى ويتعشى ولا يبالي ويأتيه الرزق. يمرض ولا لا يمرض؟ يمرض. يبرأ ولا لا يبرأ؟ يبرأ. كيف مرض وكيف برئ؟ حياة صعبة، حياة صعبة. الأم تهتم بأولادها لكن أول ما الولد يكبر ويستطيع أن يقوى يمشي في حرية، لكن إحنا الإنسان أبدا. أنا ابني تحت عيني إلى أن يكبر وعندما يكبر أنا أيضا، فكأن الإنسان يحيا لأولاده. لو الإنسان يحب الله كما يحب أولاده كان من الأولياء. أنا أجمع المال علشان أريد أن يسعد أولادي، ثم أجمع المال علشان أولادي تكبر، ثم أجمع المال عشان أشتري شقة لأولادي، ثم أجمع المال حتى أموت وأترك أولادي في نعيم. ماذا يفعل أولادي؟ يفعلون نفس الفكرة، يجمعون المال ويحافظون المال على أولادهم والكل يموت والمال يبقى. الذهب في الأرض هل ينقص؟ الحديد في الأرض هل ينقص؟ الجبل في الأرض هل ينقص؟ لا ينقص. من الذي ينقص في الأرض؟ الإنسان. عشان كده ابني ازهد في الدنيا تكن أغنى الناس. إذا زهدت في الدنيا ستأتيك. أبو الحسن الشاذلي كان غني، أبو بكر كان غني، عثمان بن عفان كان غني، معاوية بن أبي سفيان كان غني، سيدنا الحسن كان يأتي في كل عام 100,000 دينار كان ينفق، عبد الله بن جعفر الطيار كان غني، إسحاق المؤتمن كان غني، كثير كانوا أغنياء. لكن الدنيا في أيديهم وليست فين؟ أدي القضية الدنيا ليست في القلب، الدنيا فين؟ في اليد. قول يا ابني أيها الولد. أيها الولد نصيحة جديدة قد تكون الأخيرة. إني كتبت في هذا الفصل ملتمساتك. يعني قمت بواجب الوقت معك، سألتني فأجبتك، سألتني فأحلتك، سألتني فشفيتك. سألت ما فائدة هذه العلوم؟ قال لك حتى تعمل.
ثم أحلتك على الإحياء، يعطيك زيادة. ثم ما كان في رأسك من مشاكل قمت بحلها لك. ده اسمه يا مولانا واجب الوقت. يا مولانا اقرأ الإحياء، لا نعترض، لكنه ألف هذا الكتاب وهو يمهد لبداية الهداية. فينبغي لك أن تعمل بها ولا تنساني فيه من أن تذكرني في صالح دعائك. يا سلام يا سلام يا سلام على تواضع العلماء. لا تنساني من صالح دعائك. ادعي لي يا مولانا. شوف شوف شوف، الشيخ الكبير يلتمس الدعاء من مين؟ من الأقل. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ لا تدري يا ابني، ممكن دعوة من واحد تظن أنه استغفر الله العظيم يكون أفضل واحد. لا تدري أن الله يأتي بالخير على يد مين؟ لا تعرف. كان عبد الله بن المبارك من أكابر الأولياء، ذهب هو والأولياء والشيوخ والعلماء والعامة يصلون الاستسقاء، وفعلوا ما فعلوا من صيام 3 أيام، وفي اليوم الرابع يخرجون من الخروج من المظالم، من كثرة التوبة والاستغفار خرجوا في ثياب بذلة والمطر لم ينزل. فإذا بعبد أسود ضعيف لم يدرك الصلاة معهم، فذهب وصلى بمفرده ودعا الله. ابن المبارك يراقبه، قبل أن ينتهي العبد من الصلاة نزل المطر. جاء العبد يتوضأ، فإذا بابن المبارك وهو السيد أمسك الماء يصب للعبد. فالعبد يعني أمر عجيب، كيف السيد يخدم مين؟ يخدم عبده. فأدرك العبد أن مولانا ابن المبارك علم أن دعوته كانت السبب. قال يا رب إن الذي بيني وبينك انكشف. شفت يا مولانا؟ حكاية طويلة لكن أنا لا أريد الحكاية كاملة. العبد عندما دعا الله، الله استجاب. السادة والعلماء والأحرار الله لم يعطيهم. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له يا كن فيكون، صفة التكوين. فقد يدعو خادم يأتي، ادعي لي، الله أعلم من يدعو لك. قد عندما يدعو لك تكون الأبواب مفتحة. أجمل الأوقات في تفتيح أبواب السماء بعد صلاة الظهر، عند صلاة الظهر مباشرة. كان النبي يقول هذا يوم، هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء، وأحب أن يرفع لي فيه عمل منها صالح. قول يا ابني. وأما الدعاء الذي سألت مني فاطلبه من دعوات الصحة. يعني ايه فاطلبه من دعوات الصحة؟ أفضل الدعوات الواردة، أفضل الدعوات الواردة في الكتاب والسنة. يا رب اغفر لنا، لكن شوف، اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأفضل الدعاء ما كان من القلب، لكن خلي بالك لا تدعو بدعاء لا تفهمه، فالدعاء من غير فهم كيف يستجاب؟ لأنه لم يخرج من الفم. اللهم على الآكام والزراب، أنا لا فهم يعني آكام ولا زراب، كيف تدعو بها؟ اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أنا مش عارف ما معنى فوق الأرض، حياتك الدنيا، ما معنى تحت الأرض القبر، ما معنى يوم العرض الحساب. لو تفهم خلاص، ما كان من القلب وصل. والله يحب عبد اللحوح بالدعاء. خلاص، الدعاء، الدعاء علاقة بين العبد وبين ربه، إما بالكلام وإما بالقلب. فكانوا يقولون عالم بحالي وغني عن سؤالي، ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته ما أراد وزيادة. من شغله ذكري عن مين؟ عن مسألتي، الله أعطاه وزيادة كمان. يلا يا ابني، بسم الله الرحمن الرحيم.
واقرأ هذا الدعاء في أوقاتك خصوصا في أعقاب صلواتك. طيب ما هي الأوقات المستحب فيها الدعاء بعد أداء الفروض؟ للعلاقة بينك وبين الله جيدة، في سعادة بينك وبين الله، قمت بأداء الأمانة، قمت بأداء الإيه؟ أمانة. اثنين، بين المغرب والعشاء من أخطر الأقوال الأوقات. سئل بعض أهل الله نصوم في الصباح فلا نقوى على الإحياء ما بين العشاءين، من العشاءين المغرب والعشاء، نفطر في الصباح نستطيع أن نقوم بين العشاءين. سبحان الله. تعرف مولانا أنهم اختاروا أن يفطروا في الصباح ولا يضيعوا وقت العبادة بين المغرب إلى العشاء، ومن هنا معظم دروس العلم بين المغرب وماذا؟ والعشاء. ثلاثة، عند السحر. كيف نعرف السحر؟ السحر هو تقسيم الليل إلى ست أوقات. كم عدد ساعات الليل؟ 9 ساعات. 9 عندما تقسم على 6 يكون المجموع كم؟ 1.5 ساعة. الفجر الساعة كم؟ نحن نقول مثال الساعة 5، هو أقل. إذن الساعة 4، إذن 3.5، من 3.5 إلى 5 هذا وقت السحر. والمستغفرين عقب ختمة القرآن. كان مولانا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يبدأ القراءة يوم السبت ويختم يوم الخميس حتى يتفرغ يوم الجمعة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا ختم يوم الخميس ليلاً ليلة الجمعة يأتي بالناس والأصحاب والأهل والأحباب ويدعون الله، فلكل صاحب ختمة دعوة مستجابة. لا تظن أن هذه الدعوات مش مستجابة، لا مستجابة. 2010، ليس 2010 يا ربي، 2013، 2013 كنت قريب من الكعبة فقلت أدعو الله، فقلت يا رب، يعني أنا دائما أختم ختمة واحدة وأكون قريب من الكعبة فأقرأ قل أعوذ برب الناس وأدعو. فقلت يا رب أريد شقة كبيرة في منطقة جيدة في وسط البلد، ما هي ممكن تأتي شقة جيدة لكن في 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 آخر البلاد، شقة وجيدة وكبيرة وفي وسط لها البلد وفي عمارة جديدة. استجاب الله لي هذه الدعوة بعد سنة واحدة، أنا لم أكن مصدق والله العظيم. عندما دعوت هذه الدعوة عند الكعبة في قلبي قلت مستحيل يتحقق، مستحيل يتحقق، أو إذا تحقق يتحقق في مكان بعيد، الشروق 6 أكتوبر، لكن وسط القاهرة صعب تحقق. بعد سنة واحدة يوم 13 يناير 2015، بفضل الله أنا أشتري. لكن أنا عندما دعوت والله لم يكن في قلبي 1% أن هذه الدعوة تتحقق. دي دعوة الختمة. دعوة مين يا مولانا؟ لكل صاحب ختمة دعوة مستجابة. لكن القضية متى تتحقق؟ الدعاء 3، الخير يتحقق الآن يتحقق، الخير يتحقق غدا يتحقق، الخير لا تتحقق الدعوة لا تتحقق.
اللهم زوجني زينب، يا رب أتزوج زينب، يا رب أتزوج زينب. يا مولانا افهم، ممكن تتزوج زينب، زينب تموت بعد سنة. فإن تزوجت هدى، هدى تجعلك تموت أنت بعد سنة. لا تعرف الخير فين. فإذا كان الخير يتحقق الآن، يتحقق الخير يتحقق، لكن ليس الآن. أنا أريد أن أسافر برا، الشيخ عايز يسافر برا، أنا تعامل، أنا مسافرت برا، يا رب أسافر برا. ممكن تسافر برا في هذا الوقت في فتن وثورات ومشاكل، وممكن يتأخر السفر بعد سنة، الأمور تهدأ. وممكن يكون الخير ألا تسافر، أنت هنا يأتيك الخير الكثير. وممكن وممكن وممكن. فقال أهل الله: إذا دعوت الله، الله يفعل لك الخير. فإذا كان الخير الآن، الآن الخير، غدا غدا الخير، بعد غد ليس بعد غد. زمان أردت أن أدخل معهد إنجليزي، أتعلم لغة إنجليزية، تقريبا سنة 92، فوقفت قريب، ليس مترو، كان في ترماي كده، ترام زي الأسكندرية كده، أنتظر من الساعة 3 إلى الساعة 5 أنه يأتي، لم يأتي. روحت البيت زعلان. ليه؟ معظم أماكن الإنجليزي كان في مصر الجديدة. بعدين أنا مروح زعلان، فقابلت واحد صديقي زعلان. ليه؟ قلت أنا أريد أذهب إلى معهد إنجليزي لكن ما فيش مواصلات. قال مولانا: العتبة، في العتبة عند الأوبرا معهد جيد. المعهد في مصر الجديدة كان تقريبا 150 جنيه في الدورة سنة 92. معهد العتبة سبحان الله كان 40 جنيه، أرخص كثير. أنا من بيتي إلى العتبة أنا أركب مواصلات، مصر الجديدة أصعب. كان من الممكن أن أدخل معهد مصر الجديدة لكن لا أذهب. ثم أنا بعد أسبوع يتصلون بالمعهد: مولانا نعم، أنت ساكن فين؟ قلت أنا ساكن قريب من حدائق الهبة. قالوا: خلاص، بينك وبينه محطة تمشي على أقدامك، في لينا فرع جديد هناك، في طالب واحد ويبدأ القرص. يعني إيه؟ قالوا: روح هناك. فصرت أذهب إلى المعهد سيرا على مين؟ على الأقدام، توفير للوقت وتوفير للمواصلات، وكانت الدراسة جيدة. أنا دعوت الله في مصر الجديدة فتحققت الدعوة. فين؟ هنا. سبحان الله. ذهبت مرة أعمل مدرس قرآن، أول ما تخرجت في الكلية قلت أنا أعمل مدرس قرآن. فصديقي قال: نحن نحتاج مدرس قرآن لكن رجاء تذهب يوم الخميس. أنا يوم الخميس لم أذهب، يوم السبت لم أذهب، أسبوع لم أذهب، فذهبت خميس بعده. فقابلت مدير المعهد، قال: مولانا أنت تعمل إيه؟ قلت له: محفظ قرآن. خرجت في ماذا؟ قلت له: شريعة وقانون. قال: سبحان الله، جاءنا محفظ يوم الاثنين. أنا صديقي أخبرني الخميس والجمعة والسبت والأحد كان من الممكن أن أذهب ولا يوجد أحد يعمل، لكني أتأخر الثلاثين والثلاثاء والأربع، أذهب بعد 8 أيام. فقال الرجل: مولانا نحن صراحة لا نحتاج محفظ قرآن لأننا وجدنا من 3 أيام، لكن نحتاج مدرس عربي، تعمل مدرس عربي؟ قلت: أعمل مدرس عربي. أنت مين يا مولانا؟ قلت له: تعرف ابن هشام في النحو؟ قال: أعرف. قلت له: أنا هشام. فهو ابن هشام وأنا هشام. سبحان الله. شوف شوف مولانا، أنا أعد نفسي محفظ قرآن، أتحول إلى ماذا؟ إلى معلم عربي. واشتغلت مدرس عربي 6 سنوات. سبحان الله. أنا أشوف شوف، الخير لا تتحقق فأنا أتأخر. سبحان الله سبحان الله. الدعوة عندما تدعو بها، الخير يتحقق الآن، يتحقق الخير، يرجى يرجى. أحيانا يكون الخير أنه لا يأتي. قالوا: يوم القيامة ترى ثواب الدعوة التي دعوت الله بها ولم تتحقق، تقول: يا رب ليتك ما استجبت لي دعوة. فهمت؟ ما
مولانا تشرب هذا الماء ولا تأخذ 20 جنيه؟ هات 20 جنيه. 20 جنيه أفضل ولا كوب ماء؟ 20 جنيه. نحن نذهب نشتري كرتونة ماء ب20 جنيه، لكن صغير يعني، مش ماء كبير، ماء صغير. الدعاء مخ العبادة، حديث. الدعاء مفتاح العبادة، الدعاء سر العلاقة بينك وبين الله. الله لا يحتاج شيء، لكن أنت الذي تحتاج. يلا حبيبي، يلا حبيبي. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها. إيه من النعمة؟ النعيم. إيه من النعمة؟ المنح من الله. والله ينعم بسبب ولا من غير سبب، لكن إذا أعطاك الله، اللهم أتم علينا النعمة. يعني يا مولانا نعمة الإسلام من غير تشويش، نعمة الطعام من غير مرض، نعمة الجنة في أعلى عليين، نعمة الحياة برضا وسلامة أتمها. إذا سألتم الله الجنة لا تسألوا أي موقع في الجنة، اسألوه الفردوس الأعلى. فإذا طلبت من الله شيء ثق أن الله سيعطيك أفضل شيء. شباب، الله يحبنا، اختارنا من أهل الله، اختارنا من أهل العلم الشرعي، اختارنا في أي مجلس. أقل شيء الشيخ عندما يبدأ يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وعندما يختم اللهم صل على سيدنا محمد. هذه 20 حسنة و20 درجة و20 سيئة تمحى وشجرة في الجنة. اختارك أن تحمل الكتاب، اختارك أن تبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجيب. الكتاب القادم بداية الهداية، قال بدايتنا الطاعة ونهايتنا الطاعة وما بين الطاعة والطاعة طاعة. هذا كلام الغزالي، كأنه يقول لن تصل إلى الله إلا بالطاعة، شئت أم أبيت. أيها الولد، يقول لك علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. شجر بلا إيه؟ العلم فكرة والعمل التطبيق. كيف نطبق؟ تعالى بعد أيها الولد، تعالى في بداية الهداية. وبداية الهداية يكفي، لأنه اختصار لإحياء علوم الدين، وألفه بعد إحياء علوم الدين، وألفه في آخر حياته. ودائما البركة تكون في آخر حياة المؤلف. لماذا؟ لأنه خلاص ترك الدنيا ويستقبل الآخرة. فهمت أبني؟ دائما البركة في الأواخر. ومن العصمة دوامها. ومن العصمة بالراحة شوي، العصمة اللي هي الحماية من ارتكاب الذنوب. فين يا ابن العصمة دي؟ هنا العصمة يا مولانا، الحماية من ارتكاب الذنوب. ومن الرحمة شمولها. نريد الرحمة في كل شيء. الرحمة ما دخلت في شيء إلا زانته، والقسوة ما دخلت في شيء إلا شانته. شانته أي جعلته معيبا يا مولانا يا رب. ومن العافية حصولها. إيه العافية؟ السلامة من كل سوء. لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر. ومن العيش أرغده. شوف 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 شوف، من العيش أرغده. إيه الرغد؟ الرغد النعيم، الرغد النعيم. نريد أن نعيش حياة هانئة. شوفوا مولانا، سلامة الصدر من 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 الأوهام ومن الحقد ومن الحسد ومن المشاكل يؤدي إلى سلامة البدن. فهمتم؟ الإنسان لما يكون مطمئن لا يمرض، وإن يمرض يمرض أمراض خفيفة ليست أمراض ثقيلة. لكن الإنسان المحمل بالهموم والمشاكل والصعاب لازم يمرض. ولا شيء بفضل. ومن العمر أسعده. ومن العمر خيركم من طال عمره وحسن عمله. ما هو العيد؟ العيد عندما يمر عليك وقت لم تعصي الله فيه. ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن أطاع رب العبيد. ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن أطاع.
رب العبيد. قل يا سيد بطاطس كنتنج. ومن الإحسان أتمه. بالإحسان الإنعام، الإحسان الإكرام، أتمه يا رب. شوف 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 الشيخ يريد من الله كل حاجة جيدة. إن يأكل يأكل لحم، إن يشرب يشرب ماء عذب، إن ينام ينام على حرير، إن يتزوج يتزوج بالحور العين. عاوز أقصى حاجة هو ده. أنا عند حسن ظن عبدي بي. شوف شوف، إذا سألتم الله الجنة لا تسألوا أي مكان، اسألوا الفردوس الإيه؟ الأعلى. ولذلك إذا ذهبت إلى ماليزيا لا تسكن في قطر، اسكن في سنبيلان، طعام أفضل. خلاص خلاص. ومن الفضل أعذبه. إيه الفضل؟ الإكرام. إيه الفضل؟ الزيادة. شوف أنا عندي عدل، واحد زائد واحد اثنين، لكن عندي فضل، واحد زائد واحد ثلاثة. اللهم عاملنا بعدلك مصيبة، اللهم عاملنا بفضلك. ليه مصيبة؟ مصيبة علينا. لأن الله كما قالت سيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو حاسبهم لعذبهم. لو حاسبهم ليه؟ لازم إكرام، لازم في فضل مولانا. ومن اللطف أقربه. اللطف المعاملة باللين. أقربه كأننا نقول يا رب عاملنا دايما بإحسانك، عاملنا دايما بإكرامك، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كلمة اللطف كانوا يقولون دائما في الملمات وفي المهمات، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. يا لطيف يا لطيف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. دعوة كانوا يقولونها في المنازل والمصائب والمشاكل. سبحان الله، كانوا في أهل مصر وهذه مجربة، إذا وقعت مصيبة كبيرة كانوا يقرؤون البخاري تنكو. عارفين ليه البخاري؟ لكثرة الصلاة على رسول الله. إذا حصل مشاكل جمدة في البلاد، فتن، ثورات، حروب، كانوا يقرؤون البخاري، فإذا قرأوا البخاري الله ينجيهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. يعني إيه كن لنا؟ كن معنا، اجعلنا تحت حمايتك، تحت رعايتك، ولا تكن علينا لأننا لا نقوى عليك. فإن يغضب علينا، قال مولانا السيوطي أصعب ما في القرآن ويحذركم الله نفسه. قل يا سيدي. اللهم اختم بالسعادة آجالنا. دي آخر حاجة، آخر حاجة، اختم بالسعادة. خيركم من طال عمره وحسن عمله. الأعمال بالخواتيم. الأعمال بماذا؟ بالخواتيم. اختم لنا بالسعادة. السعادة الفوز برضا الله في الدنيا والآخرة. فالسعيد من وفق للطاعة، والشقي من لم يوفق للطاعة. السعيد الطائع والشقي العاصي. خلاص. وحقق بالزيادة آمالنا. الأمل غدا، الأمل المستقبل. فكأنه يقول يا رب لا تجعل لنا أملا في الدنيا، اجعل أملنا في الآخرة. وقرن بالعافية غدونا وآصالنا. الغدو الصباح والآصال آخر النهار، فكأنه يقول يا رب نريد أن نعافى في الصباح والمساء ومن وما بينهما، بالغدو والآصال صباحا ومساء. فهو يطلب أن يكون قويا في الصباح وأن يكون قويا في المساء. واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا. النهاية إيه؟ إذا مات الإنسان هو في رحمة الله. أخرج البخاري أن الله قسم رحمته 100 قسم، جعل في الدنيا قسما واحد يتراحم به الرحماء، وادخر 99 قسما ليوم القيامة. 99 قسما ليوم ليه؟
شوف رحمة ربك كلها في الدنيا واحد، لكن في الآخرة كم؟ 99. الله يرحم الكافر ويرحم العاصي ويرحم المؤمن ويرحم المنافق ويرحم الملحد ويرحم 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 ويرحم. هذه الرحمة 99 ضعف ليوم القيامة. الراحمون يرحمهم الرحمن. واسبغ سجال عفوك على ذنوبنا. غطي، اجعل عفوك غطاء يستر ذنوبنا فلا نفضح. يوم القيامة يوم الفضيحة، حيث يطلع الإنسان على ما لا يراه. أنا عندي عيوب، لكن الله سترها عنك الآن لم تراها. إن ترى عيبي يفضح، لكن يوم القيامة يفضح الناس أمام الخلائق، لكن نحن نسأل الله أن يسترنا. كيف الفضيحة؟ أن ترى، أن يراك الناس وأنت تأخذ الكتاب بالشمال. أعوذ بالله، إن شاء الله المؤمن لا يأخذ بالشمال، حتى وإن كان عاصي يأخذ باليمين. اثنين، أن ترى ذنوبك أمامك حتى ينادي يا رب. ليه يا رب؟ لأن الله بدل السيئات إلى حسنات، فيقول يا رب لقد فعلت ذنب كذا وكذا فلم أجده. لماذا؟ لأنه يريد أن يتحول هذا الذنب إلى مين؟ إلى حسنات. يعني أنا آتي الآن وأقول المديون يرفع إيده، هذا يقول 5 جنيه أنا أعطيه، هذا يقول 10 جنيه أنا أعطي، هذا يندم يقول ليتني قلت له 5000 جنيه. ليه؟ حتى يعطي سداد الدين. هنا السيئات تبدل إلى حسنات. فالرجل يقول يا رب لقد ارتكبت ذنب كذا ولم أجد. ليه؟ يريد أن يتحول هذا الذنب إلى من؟ إلى حسنات. هنا مولانا يقول كلام لطيف، سترت عبدي إلا أن عبدي فضح نفسه. أنا عايز أخلي يعني دعوة كده عشان نختم بها المرة الجاية. قول يا ابني. ومن علينا بإسماعيل. من المن؟ المن الإكرام، لكن من غير سبب. يا حنان يا منان يا من تعطي من غير حساب، من علينا، قد علينا من غير سبب. المن من الإنسان للإنسان أذى، لكن من الرحمن نعمة. أنا فعلت لك وأنا وأنا وأنا، أنا أغضب كلما قال أنا، أنا أغضب كلما قال أنا أغضب. ومن علينا بإصلاح عيوبنا يا رب، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. آمين. خلص الكتاب، نقف عنده. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.